السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة جديدة يا جماعة الخير. قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك. وإيش صار؟ اي احسنت. فكرة المقطع يا جماعة الخير جاي يوتيوبر واحد من متابعينا. طبعا اليوم شرفتنا سارة، ذكر هذا صار من كتينا. فكرة السلسلة يا جماعة الخير انه اسأل سارة سؤال عن فيرفول، اذا جاوبت صح كان بها، اذا جاوبت غلط بسم الله الرحمن الرحيم بيتكهرب فيرفول. مشاهد اعطي من وقتك دقيقه. اللعبه المفضله عندي اللي العبها من 2019 وغرد عنا، اللي تابعني بتويتر بيعرف هذا الشيء. اليوم انا اعلن لهم لعبه هيد بول. طبعا لعبه هيد بول يا جماعه الخير مسوين فعاليات رمضانيه مره قويه، ومو بس كذا بطوله اسبوعيه، وكل اسبوع جايزه ايفون برو. وعشان العدل يا جماعه الخير اي شخص يحمل اللعبه بيلعب ضد الشخص اللي توه محمل اللعبه، يعني جديد يقابل جديد، المعرق مثلي يقابل المعرق، وهنا ايفون برو وهنا ايفون برو، يعني مره مو مقصرين. وفي شخصيه اسمها شخصيه سلطان، شخصية رمضانية، كل ما تلعب كل ما تزود القوة، كل ما تلعب كل ما تزود القوة. يا رب ان واحد من المتابعين ياخذ الايفون يا رب. طبعا كل اسبوع ايفون، والحين ابى اشوف اقرب واحد من العيال وبطق قدامك. طبعا عندك شخصيات وقوة، كل قوة تسوي زي كذا مثلا في الطويل وتسوي القصف لانه يا اخي شخصيات تحط شخصيات اجمدك. لا واجي واسجل تحت يا اخي. تعرف والله انك تعرف. انا سوا سجل دفاع. اكبر مرماك زياد واجمد الكوره عشان تنزلي. يلا الحمد لله واكبر نفسي. لا تهجم لا تهجم بتصدر. اخيرا اخذت الكوره. وين خذيتها؟ خذ هذه خذ هذه. اربع اربع زياد بلنتيات. الهدف الثاني زياد. لا 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 تنسوا تحملوا اللعبة يا جماعة الخير، رابط حصونها تحت. تعالوا كلكم بجروب يا رايتو، خلونا نجد العالم. طيب عطني لك ليه؟ لازم اضبط. ما اقدر. لا 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 مالي 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 اصبر، خلنا نشوف وين اليمين وين اليسار. اذا جاوبتي خطا ترى بيتكهرب. بسم الله. طبعا يا جماعة الخير في 9 فولت صح؟ كل شوي بنزود الكهرب. ايش؟ ايوه اي خطا تخطي بزود الكهرب. والله العظيم. بسم الله. السؤال الاول يا ساره، كم مشترك ان فيربل؟ 3 مليون. صح. اخر مقطع نزله بالقناه غير اليوم. يلا لا اصبر، عطى فرصه. لا عطى فرصه. عطى فرصه لحظه. تذكر شيء. اخر مقطع شفتيه انت؟ طلع يدي انا، يعني بعض احيانا اشوف ما تذكرين؟ ايه وقف هاي هذا تو بولت واحد ترى بعد شوي بزود. لا والله العظيم ليش؟ دوامه اللي يدرون. ايوه طب والله يكهرب. طيب وش الكود حق الايتم شوب حق فيرفول؟ دقيقه راح يحكي. وين فيها؟ اطلع. طيب شوف شوف بعطيك مساعدتين تلمح فيها تلميح. هذا 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 غش. والله ما يحسب ما يحسب. طيب يا سارة وش المنصات اللي بث فيها بير اللي بث وين البرامج اللي بث فيها؟ ما تشوفين بثوت تشوفين باليوتيوب بس. مو ذنبي رايت انا مو ذنبي. اوه خلاص هذا السر كان مره. اسمع هذا ليفل ثاني. اقسم بالله بعدها زين بقول. معلش معلش قسما بالله العظيم والله اني ما امزح. معلش معلش ساره جاوبي صح لانه اللي الثلاثه ترى بيكهرب مره. سؤال مره سهل يمديك تلمح عندك تلميحتين. طيب ترفع ايدك خلاص. كم سؤال في طيب الجوله؟ ما ندري. وش الحيوان اللي ما يحبه فيرفول او يخاف منه؟ تبي تلمح بهذه ولا لا؟ اصبر بعطيك خمس سؤال. خلص فكر. بلمح اجلس. وايد مره يكهرب. تلميح من بدايه تقول انا بلمح. والله عمرك يا عيال. اربعه قول اربعه وصلنا. بسم الله الحيه. طيب بالحيوانات وش الحيوان المفضل اللي يحبه فيرفول؟ بسه. صح صح يقول خلا انا بسه ميكا. اي اكيد هذا اللي انا اعرفه. اي اكيد لا 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 تكفى ما عندي كلمة ما عندي قطوة. بس عندي قطوة. طيب لو سمحت احترم البرنامج هذا. تكفى ما تكفى اطالب تكفى. طيب
الحيوان اللي تحب لازم انت حب الكلام غير رايك كتب المقطع اسمع كتب المقطع ما يدري لازم والله المشاهدين الكرام بيعرفون وش الحيوان اللي تحبه والله ما عليه شايفه وش انا شايفه وش الكلب يعني خطا اجلس الحيوان اللي يحبه كلب مو قطه انت عندي اوري بامريكا صار اسمه اوري بعد طيب اكثر لعبه اشتهر فيها بيت بسم الله والله 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 لا لا صادق والله صادق صح غرفة فيتفول اي دور في ثلاث ادوار دور الارضي الاول الثاني الثاني رايد حسبي الله ونعم الوكيل رايد اخر سؤال والله خلاص اخر سؤال اخر سؤال وبنربع البول سبعه سمك في البيت اقسم بالله مره يكهرب يا عيال ورب الكهرباء طيب شيء يتميز فيه فيتفول بعطيه خيره الصراخ الضحك والبكاء الصخ لا انا رايد طيب جميع الوان التيشيرتات جديده وباقي بينزل بعد اسبوعين تقريبا سهل هذا جاهز من جديد صفقه يا شباب يعطيك العافيه ان شاء الله شكرا يلا غير يعطيك العافيه شكرا بيض لحضورك اعتذر والله الاخطاء منا هي تخطي انا تعاطف رايد الجهاز اللي بعده يلا الضيف الثاني جبنا اليوتيوبر ركان واحد من متابعينا تفضلنا محمد حياك الله كيف حالك بيصف محمد طيب محمد تعرف اشياء كثير عن ركان طيب بعطيكم كلمه سلموا على بعض وبعطيكم كلمه تسلموا على بعض كم نسبه تحس انك واثق بتجاوب هذا دبو اللهم لك غير نفسك يا خالد جبني اصعب لا ان شاء الله باذن الله طيب جاهز اذا جاوب غلط اذا جاوبت غلط ترى يتكهرب وكل شوي بيزود عادي عادي اذا ما عرفت قل عادي يلا ماي يد يد مكان لا تخبص بعطيك بعطيك كيف واحد متابعين يشوفك بس تشوف نفسك تجاوب قدام بسم الله الرحمن الرحيم جاهز محمد طيب السؤال الاول راكان مشهور بالضحكه او بالصراخ او بالبكاء خلاص اجلس اجلس قوم اجلس مشهور بصراخ هذا مسحتنا لا صراخ ما يبكي ذا يمكن بكاء يقصد صراخ انا حددت بكاء ولا صراخ شلون شلون طيب السؤال الثاني محمد محمد الكهرباء انت تعرف شكلي فيني الكهرباء قل لي محمد عادي اكثر لعبه اشتهر فيها ركان انا معرفه انا اعرف مش لي خالد كلهم يعرفونها تعرفونها يا صح لا من ليش خطا امونجس والله انك اي والله امونجس نمبر 2 لا 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 اقسم بالله لا لا عادي 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 مالي 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 لا ايه هذا شكله ما بيضبط طيب وش الحيوان اللي ما يحبه في فوبيا منه الصراصير يا الله صادق 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 طيب نظرني اخلط بالله محمد تكفى لا محمد اي ما يخلطني برنامج محترم ناس محترمه اي ناس محترمه طيب غرفه ركان اي دور الارضي الاول الثاني الثاني يا الله محمد قسم بالله انت افضل الله يرضى طيب كم عمر ركان اللي يكذب فيه قدام العالم؟ 17 لا دقيقة 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 لا دقيقة خليني افكر اعطي وقت يلا يلا اعطي ترميحة طيب يلا اعطي ترميحة كبير مرة 100 خطأ 103 خلاص خلاص مالي 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 بعد شوي بتصير اربعة ترى صحيح انا ما ابي اصارخ عشان تحس الطاولة طيب كود الايتم شو بحق ركان؟ ار كي اركين ايه صح طيب كم مشترك الان باليوتيوب عند ركان 400 الف صح باقي ما ادري ايه اخر مقطع نزله ركان بقناته دقيقه خليه يفكر ما جاوب اي ما والله صدق والله ما تسوي شيء بسم الله اخر مقطع نزله والله ما قلت شيء ما قلت شيء قلت شيء قلت شيء لا بس صدق شيء الرب بعد كنت صايع اللي ما يخاف يلا ما خلص خلص والله خلص خلص يا 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 رجع يا يا رجع شو رأيك أنا قلت ركز معي ركز خلنا نقول شيء ما بيسمع
بسرعة، قل اللي بعده بسرعة. طيب وش أحسن أكلة الركان يحبها؟ أحسن أكلة؟ دقيقة وش دي؟ أنا ما أعرف شكلة المفضلة. لا لا أنا أعرف أنا أعرفها. قل له قل له على كيفك؟ بذمتك بيبي؟ لا قلت قسم بالله والله. طيب جاوبني وش هي؟ خلاص أوكي. يلا وش هي؟ يس سمعتها كبسة. خلاص خلاص مالي انا حطيت اول انا طلع هذا معي يا ليت الزلمه. يعطيك العافيه ما قصرت محمد، واسمعنا نفس الدروب اللي فازت فيه ساره في كل التيشيرتات كل شيء عندك ان شاء الله بعد اسبوعين بيجيك. اليوتيوبر الثالث روب، وجبنا واحد من متابعينه اللي هو سعود. حياك الله يا سعود. الحيوان اللي روب فيه فوبيا منه ما يدري وش هذا؟ بدك تسيره واحده تبيها الحين ولا بعد شوي؟ ترى الحين الفولت واحد بعد شوي يكون اربعه. تستخدم هذا الحين ولا لا؟ انا لا ما بستخدمه صدقني. انا احس اني حاطه اسد معلش هذا واحد باقي لي. لا دقيقه دقيقه لا لا والله حد هاي دقيقه عادي لا تخاف قوي والله. اي انا قلت الركان بدي بدمع عيني. لا لا عادي خليني اقول لك شيء خليني اقول لك لا ما بيرجع وش الحيوان المفضل اللي يحبه روب؟ تعرفه؟ طب دور يعني يحبه كذا يحب الحيوان. روب يحب حيوان قطب. صح اي صح اي صح. غرفة روب اي دور؟ الارضي الاول الثاني الارضي ها يا جويد الحمد لله الله انه يعني ماضيك خيارات الاول. طيب شباكي. طيب يوم والله دي أسئلة. آخر مقطع نزل روب وش حجم طلع من المستشفى. هذا عرف مرة والله انك اسطورة. ايه عرف مرة والله انك اسطورة. متى بدأ روب اليوتيوب؟ لا لا انا ما ادري انا ادري اي والله ني ادري. لا لا تقول متى بدأ؟ تلميح في بدايته تلميح من 2018 فوق. يلا 2018 مالي عادي ما مالي. وش المنصة اللي يبث فيها روب؟ والله بدو وش كود الايتم شوب حق روب؟ حق ضرب خلاص يلا بقى ما بقى سؤال اي والله صح ضربك صح والله. كم عمر روب؟ فوق ال 20 صح اي صح دور خيرات. كم لك 24؟ لا اكيد مريض. كم كنا نحسب؟ 1997 هي نحسبوها لا تكفى. لا والله لا يا حسبني 23 انا بغيت غلط انا شو اسم روب اللي حبيتي؟ لا اليوم كلكم تجيكم جوائز من بيتكم تكون ببيتكم يحطونكم تيشيرتات كل شيء بورد. طبعا يوتيوب الرابع زياد والضيف اللي هو متابع له خالد. جاهزين؟ جاهزين. طيب اسمع بنتفق اتفاق قانوني. يلا تم كل اجابه صح 10 دولار. تم تكفى. واي اجابه خطا تتكهرب. ايوه مالي تمام ترى اسئله لا بس لا تخدعنيهم بالبدايه. لا 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 مالك السؤال الاول وش الحيوان اللي يحبه زياد؟ القطوه.
صح. الحمد لله. إيه. 10 دولار سجل. إيه ربع ربع 10 دولار والله إنه ربع. كم عند زياد مشترك باليوتيوب؟ 500,000. صح. والله قهر. أقسم بالله إن أقل متابعين بالله. طيب. كود الأيتم شوف حق زياد. كل شيء والله اني انا مستانس انك ربحت دروب باور الجديد وربحت 30 دولار من زياد. هذه حلوه. انت الاثنين المنصه اللي يبث فيها زياد. الله الله. غربه زياد اي دور؟ الاول الثاني الارضي؟ الاول. لانك غششته. لا تغششه. هذه واحده ثانيه بعد. ايوه غشش. اخر مقطع نزله زياد صح. أيوة والله صح. والله صح. وين القهر؟ لون اللوجو حق زياد وش هو؟ قص. ايوه الشعار حقه. والله صعب انا ما اعرف. لا 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 تخلف. ايوه الشعار حق زياد برتقالي. ايه اخضر. ايه موفي. ها برتقالي. صح. اصفر. لا مو بصفر والله يا طاير عن قاب برتقالي. اول مقطع بالقناه نزله. $60 والله طلع صار غني يا عيال. برنامج زي برنامج محترم. اكثر لعبه اشتغل فيها زياد. السؤال الأخير بس السؤال الأخير الأخير ما بعد شيء خلاص. أول سلسلة بقناة زياد. أيوة نزلها يعني نزل مثلها ثلاث حلقات أربعة. لا برنامج محترم زياد والله برنامج محترم. شكرا يا خالد يا بعد قلبي ما قصرت. لا لا بس لا 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 بس بدرب. العذاب مو الكهرب. العذاب كيف بدك شاشة عظيم. الله يعطيكم العافية يا جماعة الخير. لا تنسون اللايك والاشتراك. الله يرضى عليك اشترك هذا الشيء. اذا حبيتوا السلسلة وتبون جزء ثاني اعطونا كم لايك شباب؟ 88,000 لايك. 100,000 لايك. باذن الله نحط لكم جزء ثاني اقوى من كذا واقوى عقاب. حط كهرباء وشيء ثاني باذن الله. طبعا يا جماعه الخير المقطع الجاي احتاج 20 شخص ساكن في الرياض. من وين بختارهم؟ بختارهم من تليجرام جروب تليجرام. اللي مو موجود معنا بجروب تليجرام الرابط حصونه تحت. برضو بختار 5 اشخاص من المتجر اللي طالبين بكود R82. لا تنسون يا جماعه الخير ما يحتاج R82. ها في امان الله.